الاقتصادي والاجتماعي انتهى إلى التفكير في ضرورة تكوين حكومة كفاءات مستقلة تنكب على الاهتمام بالمنجز الاقتصادي والمنجز الاجتماعي ولمستحقات والاستحقاقات التونسيين العاجلة. قدمت اليوم وفي إطار المجال الدستوري المخولة لذلك لسيادة رئيس الجمهورية تركيبة الحكومة المقترحة والتي سيتم عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها، وتتكون هذه الحكومة من السيدات والسادة: وزارة الدفاع السيد إبراهيم البرتاجي، وزارة الداخلية السيد توفيق شرف الدين، وزارة العدل السيد محمد بوسدة، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرانتي، وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد علي الكعلي، وزارة تكنولوجيا الاتصال السيد محمد الفاضل الكريم، وزارة النقل واللوجستيك السيد معز شقشوق، وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية السيد كمال الدوخ، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية السيدة وزارة الصحة الدكتور فوزي المهدي، وزارة الشؤون الدينية السيد أحمد عظوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيدة عاقصة البحري، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم السيدة سلوى الصغير، وزارة البيئة والشؤون المحلية السيد مصطفى العلوي، وزارة المرأة والأسرة وكبار السن السيدة إيمان لويم، وزارة الشؤون الاجتماعية السيد محمد طرابلسي، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني السيد كمال الكيش، وزارة التجارة وتنمية الصادرات السيد محمد بوسعيد، وزارة الشؤون الثقافية السيد وليد الزيدي، وزارة السياحة السيد حبيب عمار، وزارة التربية السيد فتحي السلاوتي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة ألفة بن عودة، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس النواب السيد علي الحفصي، وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية السيدة ثريا الجريبي، وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة السيدة حسنة بن سليمان، ثم كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بالمالية العمومية والاستثمار السيد خليل شتول، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي، وكاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني السيدة سهام العياتي. تلك إذن تركيبة الحكومة المقترحة، و